اللي عايز اسالك في حاجات ممكن تكون بتهم الناس بشكل كبير، جزئيه مثلا بتاعه الطياره، جزئيه بتاعه البدل، الجزئيه بتاعه الاتوبيس، الحاجات دي كلها تبع مدير التسويق ولا دي ملهاش علاقه بالشغل بتاعك خالص؟ الحقيقه في برضو جزء، انا لسه يعني انا اتعينت في اتحاد الكوره 20/5/2018. كان الموضوع الطياره خلص وموضوع الاتوبيس لسه شغال. ويعني ايه يعني احنا طبعا في شركه راعيه، الشركة الراعية هي المتولية الأمور الفنية والتسويقية، الأمور التسويقية بتاعت اتحاد الكرة. اللي حصل إن أنا جيت يعني، أو هم يعني اتحاد الكرة كان عايز حد يهندل الموضوع دوت جوه اتحاد الكرة. فالحقيقة ابتدينا نقعد معاهم، قعدنا معاهم كذا مرة الفترة اللي فاتت مع الشركة الراعية، وبنأمل يعني إن احنا في الفترة اللي جاية كل الملفات دي هناخد يعني هنظبطها يعني، وهيبقى ما فيش حاجه هتطلع باذن الله غير لما نبقى متفقين كلنا على الشكل العام. يعني الشكل العام يطلع حاجه بتمثل مصر، فتطلع حاجه جيده يعني باذن الله. يعني باذن الله.